شيخ، مو هذاك الرمضان، يعني هذا الرمضان اللي راح القبله ما صمت يعني 10 أيام لأن كان عندي امتحانات تجارية. أي. فقضيت منها تقريبا يوم يومين هيك 3 أيام، ما قدرت البقية يعني ما صمتها. أي. فشو يعني شو أقدر أسوي؟ طيب دخل عليك رمضان الأخير وأنت ما قضيتي بعض الأيام من رمضان الذي قبله. طيب تستطيعين الآن أن تقضي؟ والله بصراحة أي أقدر. خلاص إذا تقضين الآن وتطعمين عن كل يوم مسكينا، مع تنبيه لك إلى أن الفطر في نهار رمضان لا يجوز يا جماعة أن يكون إلا للأمر الضروري للإنسان إذا كان مقيما، يعني المسافر يجوز أن يفطر مطلقا، لكن إنسان في بلده ويفطر ما يجوز يفطر والله عشان اختبارات ولا يفطر عشان معزوم على طعام ربما عند غير مسلمين في نهار رمضان. لا، رمضان له جلالته وله قدره، ينبغي أن يحرص الإنسان على نصومه ولا يفطر إلى الحاجة الشديدة أو المرض أو ما شابه.